ووصلنا لأولى فقراتنا لليوم. يعني لما نحكي عفاف عن وسائل التواصل الاجتماعي أكيد كلنا صرنا بنعرف إيجابياتها، ولكن سلبياتها للأسف عم نلاحظ صارت أكثر بكثير، وعم نشوف كثير من المخالفات الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية بهذا العالم. يعني يمكن تصرفات كثير بسيطة نحن عم نسويها بشكل يومي، ولكن هي يمكن القانون بيعاقب عليها، وكثير من الأحيان للأسف بتفضي لكثير من المشاكل. أكيد، وضمن فقرتنا التالية رح نتعرف عن كيفية التعامل مع الشبكات الاجتماعية من الناحية القانونية، وأبرز المخالفات السلوكية والأخلاقية اللي بيرتكبها المستخدمون عن قصد أو عن غير قصد. هي موضوع مساحتنا لليوم مع الضيف المحامية فادي رحال. يسعد صباحك. يسعد صباحك ويسعد أوقات السادة تابعين، وإن شاء الله رمضان كريم عليكم وعلى كل أهلنا وأحبابنا بسوريا سواء بالداخل أو بالخارج كل الوطن العربي. رمضان كريم استاذ فادي. خلينا نبدا هيك من اول سؤال، يمكن حاله اعاده ارسال المحتوى سواء صوت او صوره عم تكون، او حتى نعمل سكرين شوت، كلياتنا بنتبعه بالحياه اليوميه بشكل كثير، فخلينا نعرف من الناحيه القانونيه هل هذا الشيء امر مشروع، يعني بحاسب على القانون ولا لا؟ هلا السؤال اللي حضرتك عم تساليه هو كثير متداوله هي الجرائم حاليا، لناحيه موضوع بيتعلق بالخصوصيه، انتهاك الخصوصيه. الخصوصية هي إذا بنرجع على القانون الناظم لتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة جرائم المعلومات، يوضح أن الخصوصية هي حق أي إنسان بحماية سمعته، حماية أسراره، حماية نشاطه على الشبكة. فضمن سؤالك لحضرتك أو مراسلاته، حضرتك وجهتي نقطة كتير مهمة، المراسلات. أنت ممكن تتواصلي مع شخص عن طريق الواتساب، الانستغرام، تليجرام، أي برنامج تواصل، وبتخبريه خبر معين أو صورة أو مقطع فيديو، فبيتم إرسال هذا المقطع لأشخاص آخرين، أو حتى ممكن يتم نشره عن طريق الشبكة. طبعا هذا الفعل مجرم مو بس بسوريا، بكل الدول ومنها سوريا، لأن القانون رقم 20 بالمادة 21 عقب هذا الموضوع، وفي عندك عقوبة حبس، عندك غرامة، وعندك تعويض للشخص المتضرر. ممكن توصل للسنة، عندك أنت عندك الحبس بيبدأ بالحالة اللي نحن فيها عم نحكي عنها من شهر 6 أشهر، عندك أنت كمان الغرامة اللي ممكن تكون موجودة اللي هي من 500,000 ليرة سورية، والتعويض للشخص المتضرر اللي بتقدره المحكمة. خلينا نعرف من حضرتك، وقت بينزل منشور أو بوست مخالف للقانون أو للمعايير الأخلاقية أو المجتمعية، فهون في شخص ممكن يشوف هذا المنشور يجي يشاركه على صفحته الشخصية، فهون المسؤولية الأكبر على مين تقع بالضبط؟ على اللي ناشر المنشور الأساسي، ولا على اللي شاركه كمان بياخد حصة من العقوبة، ولا أنه ممكن أنه أنا ما بعرف أنه هذا الشيء مخالف؟ سؤال لا كتير مهم، لناحية أنه في أشخاص أثناء مثلا أنت بتكوني باستراحتك ماسكة جوالك بتلاقي منشور موجود، فأنت ممكن تشارك المنشور على حسابك. هو من الجرائم الجديدة اللي أنشأ القانون رقم 20 هي إعادة النشر سماها. عندك أنت المادة 35 من القانون رقم 20 عام 2022 عاقبت إعادة النشر، وقال لك أنه تعد إعادة النشر كالنشر من حيث التجريم والعقاب. وبالتالي إذا نفترض مثل السؤال اللي انطرح أول شيء موضوع الانتهاك الخصوصية، هو فعل مجرم. نفترض شخص قام بنشر صور صبية أو نشر منشور أو بيتعلق في تسجيلات صوتية مرئية أو شيء بيتعلق فيها، فالشخص شارك المنشور بحسابه، فمن حب نبشره بالخير انه معاقبته مثل عقوبه الناشر الاساسي. تمام. مثل ما ذكرنا هيك بالمقدمه انه عن جد هي التصرفات الكل بيسويها، عن خلينا هيك ناخذ حسن النيه، لكن بالقانون ما دائما بتتاخذ موضوع حسن النيه، بتكون هاي الافعال عن جد احيانا عم تؤدي لنتائج خطره. كمان من يعني السلوكيات اللي بيتبعوها بعض الاشخاص هي تسجيل المكالمات لاشخاص ثانيين، ممكن يكون مثلا بسبب مشكله معينه حدا بده يلقط مستمسك، وفي ناس بالحاله العاديه عندها هي الموضوع انه حتى منزل هي البرامج بدل تستخدمها، هذا الشيء كمان ممكن جرم عليه القانون؟ هذا كمان من المواد اللي اضافها المشرع، لانه عندنا نحن المرسوم رقم 17 لعام 2012 اللي هو التشريع القديم النازل لمكافحه جرائم معلوماتيه ما كان ذاكر هذا الموضوع. لما اجى القانون 20 ادخل هذا النص اللي هو جرم التسجيل غير المشروع، لانه انت لما تقوم بتسجيل سواء صوتي، مرئي، فيديو، صور دون رضا الطرف الاخر، فبالتالي انت هون بتكون مرتكب جرم. ومن ننبه هون المسؤولية مختلفة حسب إذا أنت عم تصور شخص ليس بمكلف بعمل عام، يعني موظف خلينا نقول، ومو بمناسبة عمله أو أثناء ممارسة عمله.
شو الفرق؟ الفرق إذا أنت عم تصور شخص عادي ما نوع ما حكينا بمناسبة عمله أو أثناء قيامه بعمله، فأنت عندك العقوبة بتكون هي شوي أقل من إذا كان عامل. عندك الغرامة من خمس، عندك أنت الحبس من شهر 6 أشهر والغرامة 500,000 لمليون ليرة سورية. أما إذا كنت أنت عم تصور عامل، يعني مثلا أنت فتي على دائرة حكومية وشوي صارت ملاسنة بينك وبين الموظف، فأنت رحتي قعدتي عم تصوري أنت وأنه أنا بدي أعمل وبدي أشتكي. هلأ في أساليب للشكوى، بس أنت لما تروح تصور هذا الشخص بإمكانه، هذا بيعطيه الحق بالقانون يقدم شكوى عليك، وهون بتضاعف العقوبة، بصير عندك أنت الحبس من 6 شهور لسنة وعندك الغرامة من 1,000,000 لـ1,000,000 ليرة سورية. نحن حاليا أستاذ بشهر الصيام، وفي يعني نحن بالمجتمع أشخاص متعددين عندهم أفكار وقناعات ومعتقدات مختلفة، فلوحظ بهي الفترة أنه في بعض الأشخاص عم تعمل مجموعات عبر تطبيق الفيسبوك بتسيء لفرضية الصيام الصائمين كمان، فهل هذا الشيء بسمى حتى مسمى انه انا حر بتعبيري، انا بدي اعبر عن رايي وحر بمعتقدي، هذا الشيء مباح قانونيا؟ تمام، هلا الحريه ما دائما بتكون بلا سقف، اي حريه الى سقف الى حدود. انت لما عم تقوم بانشاء او اداره اي موقع، مو بس صفحه، اي موقع او صفحه، القصد من اساءه للاديان، احد الاديان، مو شرط انه نحن لازم نحكي هلا نحن بشهر رمضان المبارك انه للمسلمين، اي اساءه لاحد الاديان او المقدسات او الشعائر الدينيه الخاصه باحد تلك الاديان يستوجب العقوبه. والقانون رقم 20 طبعا هو ايضا من الحالات الجديده اللي اضافها، اللي هي جرم الاساءه الى الاديان والمقدسات والشعائر الدينيه، والجرم معاقب عليه بالحبس من 3 سنين والغرامه من 3,000,000 لـ6,000,000 ليرة سوريه. طبعا ننتبه لهذا الموضوع، اغلب المجموعات حاليا اللي ممكن عم بتصير او عم تقوم بهذا العمل، للاسف عندك انت نوعين اشخاص هن عم ينجر وراء هاي المجموعات بعفويه تحت رؤيه مثل حضرتك قلتي حريه التعبير، بس في اشخاص بالكواليس من خلال المتابعه بتلاقي والتركيز والتدقيق هن اشخاص خارجين الغايه منهم ابعد من ان فكره حريه التعبير. لا، هي الاساءه للمقدس الديني باي مكان، الغايه منه تدمير هذا المكان، ازاله هذا المكان، لانه انت اي بلد بدك تدمري فيك الدمرئ بالدرجة الأولى من المعتقد اللي بيقام بيدرسوا نشاط هذا المجتمع وطريقة تفكيره. فإذا لو أنه الدين هو اللي غالب برأيه عليهم، مو شرط أنه يكون الدين بمعنى التشدد، لا، أنه هلأ نحن شهر رمضان المبارك في شريحة موجودة اللي هن مسلمين عم يقوموا بفريضة الصيام الخاصة بشعائر دينهم، فبالتالي هي المجموعة هلأ دورها بلشت تتحرك. هي المجموعة اليوم كيف ممكن نحن نوقفها عن تحدى أو نلغيها، نلغي نشاطها أو تم ملاحقة هدول الأشخاص يلي عم يسوقوا؟ هلأ الملاحق القانونية موجودة، بإمكان أي شخص يقدم إخبار للمحامي العام أو النائب العام موجود بمحافظته ومنطقته لهي المجموعة في سبيل الضغط عليها من الناحية الجزائية. بحب نبه الأشخاص الموجودين بقلب هاي المجموعة، انتبه، المشرع السوري مو بس عاقب من أنشأ أو أدار تلك المجموعات أو الصفحات، لا، كمان عاقب من كل من يقوم بالنشر، فإذا ثبت أي شخص نشر منشورات تسيء إلى الأديان بتلك المجموعات يعاقب عقوبة الفاعل للعادة. هو دائما اللي كان بيميز سوريا هي حرية التعبير مثل ما ذكرنا، وكل شخص بيتصرف مثل ما بده بس بدون ما يكون في حالة تجريح بالطرف الآخر أو حتى انتقاد لسلوكياته، فكتير مهم تضل هاي الحالة يلي كنا دائما نحكي عنها بسوريا. خلينا نحكي عن إثبات الجرم المعلوماتي اليوم كيف بيتم، يعني كتير أشخاص ممكن يتعرضوا لضرر عبر الشبكة، تهديد، أي نوع من أشكال اختراق الخصوصية أو حتى عمليات النصب والاحتيال، من وين ببلشوا بحال تعرضوا لهي الحالة؟ هلأ المنطلق الأساسي هو من كلمتين، الدليل الرقمي. الدليل الرقمي هو ركيزة الأساسية بأي شكوى. الدليل الرقمي بقصد فيه أنت اللي بيبدأ بورقة، اللي هو أنه أنت لما تسحب الرابط الحساب، تعمل لقطة شاشة للمنشور، الغلاف الحساب، للإيميل، البريد الإلكتروني اللي صار في عملية الدخول غير مشروع، نحكي كمان الدخول غير مشروع للحساب أو لإيميل. فبالتالي هذا بسموه الدليل الأولي. هذا الدليل الأولي أنت بس تقدمه للمحامي العام أو للجهات المختصة، بده يكون مرافق لإله إنه يكون موجود على جهازك، يعني ما بكفي يكون عندك لقطة ورقية أنت آخذها ورايح فيها، مشان هيك سميتها بداية الكلام الدليل الأولي. الدليل الأولي بيكتمل لما أنت تروح للجهات المعنية، في عنا مثلا بسوريا عندك إدارة فعلا عم تتعب، إدارة الأمن الجنائي فرع مكافحة جرائم معلوماتية، بنوجه لهم كل الشكر والتحية لكافة الكوادر، لأنه فعلا عم يتعبوا من خلال عملنا، عم نشوف قديش ضغط الجرائم، جريمة معلومات
معلوماتيه مثل عصر، وبالتالي الشكاوى عدد كثير كبير وهائل. يعني بتمنى كمان اضافه للدعم هنا عم يحصلوا عليه كمان دعم ومكافآت، لانه الجهود كثير كبيره. لاحظنا احنا من خلال صفحه وزاره الداخليه الالقاء على مجموعات كثير ممكن يروجوا للنصب عبر الشبكه والاحتيال عبر الشبكه. في عندك انت منشورات الغايه منها كمان الاتجار بالبشر، عندك ترويج المخدرات، عندك الاساءه الى الاديان حاليا هي الموضه الدارجه طبعا، لانه هن عم يلاقوا انه هلا حاليا الناس ملتزمه بمعتقد فبالتالي ما بيناسبهم هذا الالتزام وبيسيء لحريه تعبيرهم. هي بالاساس حريه تعبير شاذه، ما لنا حريه تعبير منطقيه. صحيح. صدر مرسوم عفو بتاريخ 21/12/2022 السنه الماضيه، شمل الجرائم الالكترونيه، واذا شمل شلون شو هي الجرائم اللي اختصت اللي شمل العفو؟ هلا مثل ما تفضلتي قلتي انه المرسوم صدر ب 21/12/2022، هذا التاريخ بخلينا نرجع نحن للتشريعيه بسوريا بالنسبه للتجريم الجرائم المرتكبه عبر الشبكه. نحن عندنا تشريعين اساسيين، مرسوم رقم 17 لعام 2012 وعندك القانون رقم 20 لعام 22. المرسوم رقم 17 لعام 2012 انهي العمل به بعد صدور ونفاذ القانون رقم 20، فبالتالي نحن عندنا صار تشريعين. لما حكينا نحن 21/12 نفس المرسوم 24 اسمه طبعا رقم 24 لعام 2022 بالمادة الثالثة، المادة الثالثة منه حدد انه انا عندي مشمول باحكام العفو الجرائم اللي توصيفها هي جنح ومخالفات، اما الجنايات فهي قطعا غير مشمولة بموضوع العفو الرئاسي اللي صدر. بننتقل للمادة اللي بعد منها استثنت من شمول مرسوم العفو اللي هي القانون رقم 20 عام 22 اللي هو بالتالي التشريع الثاني. فبالتالي طالما انه لا اجتهاد في مورد النص وطالما انه المشرع اللي هو هون السلطه اللي اصدرت المرسوم العفو وضحت بدقه واستثنت القانون رقم 20، فبالتالي المرسوم رقم 17 انشمل باحكام العفو طالما انه تحت اطار بوتقه مخالفه وجنحه. فاذا المعيار النهائي كل ما يتعلق بالمرسوم رقم 17 تم طوي وصفحه انهاء الصفحه الخاصه به، بقيت بس الحقوق الموجوده به بتتعامل. عندك الحقوق الشخصيه للاشخاص المطالبه بحقهم اذا عندهم حقوق كان بالتعويض او شيء بيتعلق بهذا الموضوع، اما بالنسبه للقانون رقم 20 لا زال مطبق عقوباته كامله ولم تشمل بمرسوم العفو. هيك قبل ما ننتقل ما نختم مع حضرتك وننتقل لنصائح اخيره، خلينا نحكي من ضمن عملك وانت حضرتك مختص بموضوع الجريمه المعلوماتيه عن حالات يمكن هلا بالواقع كثير عم نشوفها. يعني دائما احنا بنشوف حتى الجريمه بتكون موضه، يعني بنلاقي في حاله مثلا بالتليجرام حالات تهكير بالتليجرام او بمواقع ثانيه او توجه معين بيكون لاذيه الناس. خلينا هيك نحكي عن حالات اليوم هي موجوده على ارض الواقع ممكن يعني تفيد الناس اكثر لما ننوه عليها. هلا ننتبه بالدرجه الأساسية. يعني مو أي شخص بيتواصل معك ليهددك إنه من طرف خارجي أو داخلي يمتلك سلطة أو صلاحية أو مكنة إن فورا أنت ترتعب خاصة الإناث، إنه سواء عندك عنده معلومات خلينا نسميها المعلومة أولية اللي هي مثلا صورتك، كل الأشخاص بتنزل صورة أو أسماء أو بعض المعلومات عنها إن وين درست وين سكنت، فمو مو أول أنت مجرد ما أعطيك أول معلومتين تخافي منه يهددك إنه مثلا بجهة معينة. اي انثى او شخص ممكن يتعرض لتهديد من اي كائن مما كان يكون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بكل ما له وما عليها من تليجرام، انستغرام، فيسبوك، واتساب، شو ما كان الحساب او الايميل فورا يتقدم. في عندنا جهات متخصصه موجوده تقدم شكوى. لا تخاف لانه التهديد اللي هو عم يهددك فيه انت بالنهايه طالما انك ما انك عامل شيء فليش لحتى انت توقع تحت قبضته بهي الطريقه. ممكن اذا جاوبت معه انت كانثى، للاسف في اناث ممكن تتجاوب مع المعتدي وبتعطيهم المعلومة الأولية بعدين بيبنوا عليها معلومة ثانية بعدين ممكن تنتقل لمصاري ممكن تبعد تبتعد الأمور لأكثر من هي ناحية ممكن توصل لقصص تتحكم فيها ممكن تصير أداة بيده مطوعة إنه كيف ما بده بيوجهها ممكن يدي فيها لآخرين. يعني مو بس إنه هو يديها لإله ممكن يستخدمها لإيذاء أنثى أخرى يستخدمها ضمن عمله ضمن نطاق شغله. موضوع أي تهكير بيصير لحسابك سواء على الفيسبوك أو غيره يفضل فورا أنه أنت تبلغ الأصدقاء لأنه ممكن هو بعد ما يصير الحساب بين أيديهم أي شيء أو أي تصرف بيصير فهو محسوب عليك. ننتبه لموضوع أكثر شيء الشريحة، شريحة الاتصالات الموجودة عندك أنت سواء سيرتيل ولا MTN وخصص الطلاب. ننتبه العرض الطلاب اللي عم يجيكم انتم الشريحه هي بتعرفي طالعين من البكالوريا وفاتوا لامعه احيانا ممكن يضيعوا الشريحه يقول لك انه مو مهمه. ننتبه لهذا الموضوع رجاء لانه في احدى الحالات عندي هي طالبه باحدى الكليات بتروح تطالع غير محكوم وهي تخرجت بتتفاجئ عليه اكثر من اذاعه بحث بدون ما تنتبه
السبب انه هي كان في عندها خط سير طلابي، ضايع منك الفكره انه هو موجود بالبيت، تفاجات انه للاسف بين ايدين شخص كثير سيء، استفاد من هاي الشريحه لانشئ حسابات، ضرب ناس كثير للاسف خلف اي شريحه البصمه وصوره الهويه. كل متابعه فنيه تطلع الصبيه هي المسؤول، فننتبه لهذا الموضوع. مو بس الصبيه، لازم كل الناس تنتبه على شرائحها وارقامها، لانه الموضوع جدا خطير. يعني لازم متى ما ضاعت الشريحه نحن نعمل ايقاف او الغاء للخط. بس ننتبه ما نعمل ايقاف فورا، لازم نسترد الحسابات المبنيه على هاي الشريحه، لانه ولو عملنا نحن ايقاف للشريحه بتبقى الحسابات مفعله، فبنسحب الحسابات بعدين بنعمل ايقاف. تمام. حضرتك استاذ مؤلف كتاب الجرائم المعلوماتيه، الجريمه المعلوماتيه، من خلال هذا الكتاب شو الرساله اللي بتوجهها للناس؟ شو النصائح اليوم اللي بتوجهها للناس؟ بالدرجه الاولى حكينا على موضوع اعاده النشر اللي قلنا عنه، لسانك حصانك، دائما بستخدمها العباره. انتبه لموضوع انه انت لما تنشر او تعلق احيانا في صور انت بتعتبرها موضوع سخيف جدا وانه ممكن تعلق وتحكي. للاسف احدى الحالات ممكن يتفاجئوا الناس، انا عندي احدى الحالات لاعلاميه بغض النظر من هي طبعا نزلوا صور لها، للاسف صاروا يعلقوا، بتعرفي الناس بتمسك الموبايل بتعلق راسا بدون أكيد. ما تنتبه، صار في تنمر لناحيه انفها شكلها كذا، بعدين قدمنا شكوى رسميه وصدر فيهم حكم حبس 6 شهور الصبيه فيهم وغرامه وتعويض. طبعا لما اجتمعنا فيهم نحن بعدين انه انتم كنتوا عارفين، هن متفاجئين انه معقول نحن كنا عم نعبر عن راينا، عم نحكي بشكل طبيعي. حقك تعبر عن رأيك، بس انتبه لهذا الموضوع انه ما تجرح بالآخرين. اذا ما عندك اطلاع على القانون تمام، على الاقل حكم انت ضميرك الداخلي. انت هاي الكلمات اللي عم تكتبها للآخرين احيانا ممكن تكسر بخاطر حدا، انت هاي كسر الخاطر اللي انا بسميه هي نفس الوازع القانوني اللي جواتك اللي عم يتحرك، انتبه له. هي بدنا نحكي بالحد الادنى، اذا ما انك على اطلاع بالقانون رقم 20 عام 22 ومفرداته والجرائم المعاقبة عليها، انتبه لموضوع اخر، موضوع الشبكات. اللي عنده خط راوتر ينتبه انه لما انت تعطي كلمة المرور لشخص وتثق فيه، اذا تم ارتكاب اي فعل جرمي انت رح ينوبك جزء من المسؤولية. طبعا بالمتابعة الفنية بيبين مين صاحب الشبكة، رح يكون اول واحد معني بالمسؤولية، بيلي الشخص اللي استخدم هذا الشبكة من خلال جواله ومعطيات الجوال، في عندك اي مي، في عندك اي بي، في عندك اكثر من قصة بيستخدموها لمعرفة الشخص. فننتبه لهذا الموضوع، ما تعطي كلمة المرور لأي شخص انه بمجرد انه ولو صداقة مثل ما بيقولوا طفيفة فورا تعطيها الكلمة، بعدين أي شيء ممكن يساوي عن طريق الشبكة، سواء إساءة لأشخاص، سواء عامة أو خاصة أو مؤسسات حكومية، وقتها بتصير المسؤولية فيك أنت، لأنه أنت من الأساس أول ما أخذت هذا الخط موقع على تصريح أنه كل ما يترتب من مساءلة جزائية على هذا الخط أنت مسؤول عنه، فننتبه لهذا الموضوع. طب بحال مثلا كنا عم نحكي عن الراوتر، يعني ممكن واحد يجي كثير ضيوف ويطلب مثلا كلمه الراوتر تبعه، فهون وصارت مخالفه معينه بهذا الموضوع، ممكن يتبين بعدين انه صاحب الخط انه هو ما له علاقه، يعني فنيا عم بحكي بهذا الموضوع. هلا بدايه لاجل هيك انا قلت لك انه اول شيء اول ما يبين اول شخص ببين عندك انت الشبكه باسم مين، بعد منها ببين انه ايمت تمت عمليه الولوج للشبكه وتم ارتكاب الفعل الجرمي، بعدين بيتحدد الشخص من خلال الجوال، نوع الجوال اللي تم استخدامه. نحن ليش لحتى نفوت حالنا بهالمتاهات؟ اذا برد بعيد، اذا هي عمليه مربكه بتصير بالنهايه، في شهود. لا تنسي انه انت قلتي انه اجى شخص وفي شهود بيشهدوا على انه فعلا هو اللي ساوى هذا الشيء. نحن من باب الحرص بس مو اكثر، وعمليا انت هالضيف اعطيته اياها مره اللي غير كلمه مرور، يعني من باب انه نحن نكون شوي حريصين، لان للاسف احيانا بيجيك اشخاص بيحكوا لك مشاكلهم بتلاقي انه مشكلتهم نجمت عن هفوه او حسن نيه. فننتبه لهذا الموضوع بشكل كثير كبير. موضوع الجوال وانت ماشي بالطريق يطلب حدا منك جوالك ليحكي فيه مكالمه، مهما كانت الاسباب الانسانيه شو ما كانت الدفع، بنصح انه ما يتم اعطائهم هذا الجوال حتى يحكوا فيه، لان ما بتعرفي انت ماهيه هي المكالمه، شو بدها تتوظف، هل هي لاعطاء معلومات عن خطف شخص، هل هي تتعلق بحوالات وتسليم حوالات غير مشروعه، وهي ننتبه لها كثير دارجه هي الموضه ومعاقب عليها تحويل فورا الى محاكمه جنائيه، ما انا محاكمه عاديه. فينتبه خاص، ما في شيء اسمه حسن نيه انه انا والله اعطيته الجوال وهو حكى متى ما صارت المكالمه، لانه بجوز الطرف الاخر اللي مراقب مكالماته سجل مكالماته، فبالتالي بينعكس عليك انت قانونيا هذا التصرف. ما فيك تيجي تقول تتمسك بحسن نيتك انه انا اعطيته اياه بعفويه، صحيح او موقف انساني ورا هذا الخط. وانت لما تروح نوقع نحن دائما ما بنقرا المفردات العقود سواء بام تي ان ولا بسريتيل وباي مؤسسه الكهرباء او باي مكان، خلص بنبصم بنوقع بنعطيه صوره الهويه بنضل ماشيين، ما بننتبه انه انت مسؤول عن هاي الاشياء اللي انت صارت على اسمك.
أكيد بدنا نتشكر وجودك معنا أستاذ المحامي فادي رحال، وإن شاء الله تكون مشاهدينا تكونوا استفدتوا من هاي النصائح، وديروا بالكم على حساباتكم وعلى شرائحكم. أكيد بدنا نتشكر وجودك معنا أستاذ فادي رحال. دائما اليوم لما نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي بتضل كلمة الوعي هي المفتاح الأساسي لحماية أنفسنا، سواء باستخدامنا هي المواقع أو حتى إذا تعرضنا لضرر. شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. اما هلا عفافه خلينا ننتقل لحلب. لما دائما نحكي عن المشروبات الرمضانيه بنحكي عن التمر الهندي، وكثير له فوائد،